للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد فاروق الأمين المساعد للمصريين بالخارج بحزب حماة الوطن. أهلا وسهلا بك معنا، لو تضعنا في تفاصيل هذا المؤتمر وما تم فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك معنا دكتور محمد، لو تضعنا في تفاصيل هذا المؤتمر وما تم فيه في المملكة العربية السعودية. هو الحقيقة أن ده كان أول مؤتمر يتعمل لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للجالية المصرية هنا في المملكة العربية السعودية في الرياض، والحقيقة كان في حضور مكثف. انعكس طبعا المؤتمر أني على كان أني احتفالات أيضا بذكرى انتصار أكتوبر العظيمة، اليوبيل الذهبي بذكرى انتصار أكتوبر 50 إن شاء الله. وكان طبعا الأساس أني إحنا كلنا بنعايز نقول رسالة أني إحنا بندعم رئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإن إحنا واقفين وراه، لأن إحنا شايفين إن أمن واستقرار مصر هو وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. المؤتمر كان يعني فيه العديد من أبناء الجالية المصرية هنا في المملكة العربية السعودية، في حتى في مناطق مختلفة، المناطق المجاورة الرياض، منطقة الدمام والخبر، منطقة القصيم، جمود من الجالية المصرية كانوا حاضرين في المؤتمر. نعم، كيف كانت ردود فعل من حضروا من الجالية المصرية؟ ونحن نعلم أن الجالية المصرية جالية كبيرة للغاية في المملكة العربية السعودية، حدثنا أيضا عن الفئات التي كانت موجودة وحاضرة ضمن هذا المؤتمر. والله يا فندم الفئات كان حاضر جزء كبير من اللي كانوا يعني الحضور كانوا شباب من شباب الجالية المصرية هنا في المملكة العربية السعودية، جزء كبير من الحضور كانوا يعني ناس من قامات الجالية ورموز الجالية هنا كانوا موجودين معانا، الأسر المصرية، العائلات كانوا موجودين في المؤتمر. الحقيقة المؤتمر كان شامل على يعني جميع الشرائح المصرية، كان في عمالة من العمالة المصرية موجودين، اشتمل تقريبا على معظم فئات الشرائح المصرية الموجودة في المملكة العربية السعودية. ولو أقول لحضرتك الكلمات اللي اتقالت يعني والملحمه الوطنيه مع برضه بعض الاغاني الوطنيه اللي كانت في المؤتمر، كانت ملحمه حب مصر ودعم رئيسها، لان فعلا احنا كلنا شايفين ان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اللي بيبني مصر الحديثه، اللي بيبني الدوله الجمهوريه الجديده، فاحنا شايفين ان احنا فعلا احنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي قلبا وقالبا، احنا في ظهره، احنا عايزين نقول له يا رئيس انت كمل واحنا معاك، احنا عايزين الرئيس عبد الفتاح السيسي ان شاء الله باذن الله يحط مصر في المكانه اللي تستحقها. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد فاروق الامين المساعد للمصريين بالخارج بحزب حماة وطن، شكرا على هذه المداخله.